إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم المسلمين من النار. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وجميع المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ المبارك عبد العزيز بن يحيى المرائي خيرا على ما يقوم به من دعوة إلى الله جل وعلا، ومن تعليم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وجميع إخوانه القائمين بالتعليم لإخوانهم في أثرق الحبيش. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه، وأن يوفقنا جميعا لمن يحب ويرضى. إخواني في الله، نتذاكر ونذكر نفسي أولا وإخواني السامعين ببعض الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أعد في بعض ما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين في دار كرامته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هذا بعض نعيم أهل الجنة، والله جل وعلا قد أمر وحث ورغب عباده الصالحين المتقين بالمسارعة والمسابقة إلى تلك الدار العظيمة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض
أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إلى غير ذلك من الآيات المباركات في كتاب الله عز وجل في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّن بعض المجمل في هذا الأمر وفصل في بعض الأمور عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأ إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجاء عند مسلم من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه كما روى ذلك عنه خالد بن عمرو العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء تصابها صاحبها، وإنكم مرتحلون منها إلى دار لا زوال لها، فارتحلوا بخير ما عندكم. وإنه قد ذكر لنا أن الحجر يرمى به من شفير جهنم يهوي 70 عاما لا يصل لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أو عجبتم، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصراع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كظيف من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة وشققتها بيني وبين سعد بن مالك فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصف الآخر. وإنه ما سار اليوم أحد منا إلا وسار أميرا على مسلم الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. الحديث قد أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. ومن ذلكم ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف أول زمرة تدخل إلى الجنة ثم الزمرة التي بعدها. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم العلوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث المقدام رضي الله عنه وهو عند البيهقي بسند حسن كما ذكره الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يموت ما منكم من أحد يموت من سقط ولا هرم، وإنما الناس بين ذلك إلا بعثه الله ابن 33 سنة، فإن كان من أهل الجنة كان كمسحة آدم وعلى صورة يوسف وقلب أيوب، وإن كان من أهل النار
فإنهم يعظمون ويفخمون كالجبال. وجاء أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه والحديث في مسلم، وهو يبين ما لأدنى أهل الجنة في الجنة. قال المغيرة رضي الله عنه أن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة، فقال: هو رجل يأتي بعد أن دخل الجنة الجنة، فيقال له: اذهب فادخل الجنة. فيقول: كيف يا رب، وقد أخذ نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك مثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقال له: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال: ربي فأعلاهم منزله. قال: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وهو يبين عليه الصلاة والسلام أن الجنة درجات، وأنها تتفاوت الدرجات فيها بحسب أعمال العاملين. فقد قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من المشرق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهما أو لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بناء الجنة عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كما جاء عند الترمذي وغيره، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال أبو هريرة: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن أنهار الجنة، فمن ذلكم ما جاء عند ابن ماجة والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. وجاء أيضا عن حكيم بن معاوية القشري عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول: في الجنة بحر الماء، وبحر اللبن، وبحر العسل، وبحر الخمر، ثم تتشقق الأنهار منه بعد. والحديث عند البيهقي وابن حبان، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشجار الجنة، من ذلكم ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. وهكذا جاء من حديث عتبة بن عبد رضي الله عنه قال:
جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: ما حوضك الذي تحدث عنه؟ فذكر الحديث إلى أن قال: فقال الأعرابي: يا رسول الله، فيها فاكهة؟ قال: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبة هي تطابق الفردوس. فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليس تشبه شيئا من شجر أرضك، ولكن أتيت الشام؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها. فقال: فيما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترخوتها حرما. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود منها؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع، للغراب الأبقع لا يقع ولا ينثني ولا يفتر. قال: فما عظم الحبة منهم؟ قال: هل ذبح أبوك من غنمه تيسا عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إهابه فأعطاه أمك، فقال: ادبغي هذا ثم افري لنا منه ذنوبا نروي به ماشيتنا. قال: نعم. قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي، تشبعني وأهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: عامة عشيرتك. والحديث حسنه الإمام البخاري، الإمام الألباني رحمه الله، أو صححه. وهكذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فاكهة وأكل أهل الجنة، من ذلكم ما جاء من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ ويقول لأصحابه: إن أقر بهذا خصمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى والذي نفس محمد بيده، إلا أحدهم ليعطى قوة 100 رجل من المطعم والمشرب والشهوة والجماع. فقال اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكله الحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك، فإذا البطن قد ضمر. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أهل الجنة أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، وليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا السامعين لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين أعد لهم ربهم جل وعلا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحسن لنا الخاتمة، ولكم ولجميع المسلمين في الأمور كلها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. والحمد لله رب العالمين، وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين يحب ويرضى، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.